تغص الأسواق المحلية بالمواد الغذائية المستوردة وما للفلاح العراقي من نصيب. هذا هو الحال في عراق التحاصص والاحتكار الذي لم تسلم منه الخضروات والفواكه. الموصل إحدى مدن العراق الغارقة بالخضروات والفواكه المستوردة، ويقابل ذلك منتج محلي قليل ودعم حكومي شبه معدوم، ما يعني ارتفاع أسعار المحاصيل المحلية أكثر من المستوردة. سياسة حكومية باتت لا تطاق بالنسبة لشريحة الفلاحين وأصحاب محال بيع الخضروات والفواكه وحتى المواطنين. الغاز الوايل لتر بألف دينار، الغاز الوايل الفلاح ما يستفاد، والسماد الطن للمليون يصل، يعني أي ما يستفاد، ومستورد موجود، أي فائدة الفلاح ما يستفاد من هذا من وراء المستورد. دعم للفلاح ماكو نهائيا. عندنا الورقيات بلاش هنا، 8 بلف، 10 بلف، 8 بلف، كرافس عندنا السلق بربع، فجل بربع، بصل بربع، يعني دعم للفلاح ماكو نهائيا. يعي سكان الموصل بأن العراق ليس بحاجة إلى استيراد غذائه أصلاً، فكل مقومات الزراعة والاكتفاء والتصدير متاحة لولا الفساد وسوء الإدارة. الصحيح الصحيح العراقي لولا نريد أن نزرع صحيح، يعني إحنا صدر على الدول مو نصدر الدول، حتى عيب علينا نستورد الدول إحنا، لأن إحنا بلد أرض ما شاء الله، وتزرع يصير بيها المواد بأي مكان، نخص النفط ونخص السماد اليوري والمنتوجات النفطية كل الأردن ولا كل يجي السماد، يعني تزرع مثل ما تريد وشت بيع أنت مستفاد. ويبدو أن استمرار الحكومة بفسح المجال أمام صادرات دول الجوار الغذائية وعلى رأسها إيران يشكل أولوية على حساب المنتج المحلي، ولا أدل على ذلك من تأكيد الجمارك الإيرانية في وقت سابق بأن العراق هو الوجهة الثانية للصادرات الإيرانية بعد الصين، بصادرات بلغت قيمتها 11 مليار دولار من المنتجات الزراعية والغذائية في السنوات الخمس الأخيرة.